أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يقول: إذا أردت الاغتسال غسل الجمعة هل يلزمني الوضوء قبله؟ وإذا كان الوضوء إذا أردت الاغتسال غسل الجمعة هل يلزمني الوضوء قبله؟ وإذا كان الوضوء ليس بلازم، فهل معنى ذلك أن الترتيب بين أعضاء الوضوء ليس بواجب في هذه الحالة؟ الغسل المشروع سواء كان مستحبا أو واجبا إذا نوى معه الوضوء أجزأ، لأن الأصغر يدخل في الأكبر، فإذا نوى الوضوء مع غسل الجمعة وأفاض الماء على جسمه، أو نوى الوضوء مع غسل الجنابة وأفاض الماء على جسمه كله، دخل هذا في هذا وأجزأ. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن كونه يتوضأ أولا ثم يغتسل سواء غسل الجمعة أو الجنابة أو غير ذلك، هذا أفضل بلا شك وأتم. نعم.